آخر يقول: تلقيت منذ يومين خبر وفاة شقيقتنا الوحيدة وهي عروس بكر، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله الذي هدانا فقد نطقت الشهادة 3 مرات قبل أن تصعد روحها الطاهرة إلى جوار ربها، ولم يلقنا أحد من الشهادة بل تلتها من إرادتها مطمئنة هديا لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. بمشيئة الله نويت أن أعتمر وأقوم لها بحجة على أن يجعل الله الثواب لها، مع العلم أنني والحمد لله أديت العمرة والحج، كما توجهت لله بالدعاء أن يساعدني على قراءة وتلاوة المصحف الكريم على أن يكون الأجر لها، فهل هناك أدعية خاصة حتى يجعل المولى عز وجل هذه الأشياء الطيبة لها، كما نرجو من فضلكم أن تدعو لها نسأل الله فصيح الجنات. تدعو الله لها بالمغفرة والرحمة، تنجه الدعاء لها، نسأل الله أن يغفر لها ولكل مسلم. وأما الحج عنها والعمرة فجزاك الله خير، إذا حجت عنها واعتمرت عنها هذا شيء طيب، اما الاعتكاف لا يتكاف عنها، فذلك القران لا يتلى عنها على الصحيح، لان ليس عليه دليل واضح. وان كان بعض اهل العلم يرى ان لا مانع من قراءه القران للغير تفيد الغير، لكن ليس عليه دليل واضح، او ليس هناك دليل واضح على تلاوه القران عن الغير، فالافضل ترك ذلك. وهكذا الاعتكاف لا يتكاف عنها ولا يتلى عنها، انما العمره فقط والحج والصدقه والدعاء، يصدق عنها بالمال، يدعو لها، يحج عنها، يأتي